بتحمل كتير علشاني. أمي هي كل حياتي، مفيش كلام يوفيها حقها. ده كلام الأولاد والبنات، لكن الأمهات بتقف وتتعب وتتحمل وتدافع وتشجع ومش مستنية أي كلمات. وإحنا هنا بنقدم لمحة عرفان وشكر لكل الأمهات البطلات في البطولة أمهات. اتكلم عن ماما وازاي هي بتقف جنبي وازاي هي بتوصلني لكل تمريناتي. انا بتدرب باليه وبيانو وارت ودرامز، وكلها هي بتوصلني وبتقعد تستناني بالساعات. لما بتدرب باليه بيبقى في حفلات بتقعد تستناني كتير جدا، في الريهرسل بتقعد توصلني ونقعد بقى نذاكر وبعد كده نروح الريهرسل. انا اختي بتدرب بوت الباليه وهي بتدرب ساعات كتير جدا يوم وكذا مرة في الأسبوع. وأنا بتدرب برضو باليه أرضي مش مائي، بتدرب بيانو أرت ودرامز. فهي لازم مامي ده في وقت وده في وقت، وهي عاملة سكادول للموضوع، فده وقت ده في وقت وده في وقت. أنا أحب أقول لمامتي أنا إن أنا بحبها جدا وشكرا على كل تعبها في حياتي كلها، وإنها بتقف جنبي في كل حاجة بجد، يعني كل حاجة، وتقعد تستناني بالساعات يوم الحفلات وكل حاجة، وتقعد تتعب وتوصلني هناك وهنا. يا بجد أنا شكرا يا ماما. النهارده بطله جديده من بطلات برنامجنا البطوله امهات، نتعرف بيكي. نهى اسامه، مامة كارما وليد، باليه الارضي ليفل 4، كندا وليد سينكرو 2010. انت اللي اخترتي لهم الالعاب دي عشان يلعبوها ولا ده كان اختيارهم هم؟ لا، البنات هم اللي اختاروا الالعاب بتاعتهم. كارما كانت حضرت حفله الباليه اللي تبع بتاعه النادي الاهلي، كانت اختها مشاركه فيها وهي انبهرت جدا بالمستوى فهي اختارت انها تدخل. بالنسبه لكندا هي اصحابها الاكبر منها كانوا بيلعبوا اوريدي الووتر باليه، فهي برضو هي كانت حابه انها تدخل. كلميني كده عن يومك بيبدا ازاي وازاي بتقدري تعملي وقت معين لدي ووقت لدي وبتقدري تمشي يومك كله ازاي؟ هي كندا تمارينها اصعب لانها بتتدرب 5 ايام في الاسبوع، واقل تمرينه بتبقى 4 ساعات، وفي ساعات بيبقى ايام 6 ساعات، فهي دايما كندا متواجده في النادي. كارما هي اللي عدد تمارينها اقل. هي كارما غير انها بتتدرب برضو باليه ارضي، هي بتعزف وبترسم وبتشارك في حفلات موسيقيه، فبرضو بيبقى فيها يعني تدريبات في اماكن ثانيه. بس يعني ايام الاجازه بتبقى بعد الشغل، انا بعد ياخد البنات غالبا مثلا بيتغدوا بسرعه واديهم هنا النادي، وبنقضي يومنا كله في النادي لغايه بالليل. طبعا ايام الدراسه بتبقى اصعب شويه لان طبعا بيبقى في مدرسه وهومر، في حاجات عايزه تتعمل، ممكن هم تتعمل في العربيه، ممكن غدا في العربيه، وبرده بنقضي يومنا في النادي لغايه بالليل. حضرتك بتشتغلي؟ انا صيدلانيه. طب ازاي بتقدري توفقي ما بين كل ده وما بين الصيدليه؟ هو بيبقى صعب طبعا، يعني طبعا انا بحاول ان انا اوفق مواعيد التمرين على مواعيد شغلي مش العكس. يعني اشوف تمرين اولاد ايه واحاول اظبط شفتات شغلي على المواعيد دي. يعني بيبقى صعب جدا. كلميني كدورك بقى كأم في البيت، انت ازاي بتقدري تعملي غذاء صحي سليم ليهم؟ بتلاقي وقت لعلاقتك الاجتماعيه؟ بتلاقي وقت لان انت تقعدي تديهم مبادئ للحياه؟ ولا شايفه ان الرياضه والالعاب اللي هم بيلعبوها بتلعب دور كبير معاكي جدا في القصه دي؟ طبعا الرياضه مهمه جدا، ومعظم الحاجات اللي بيكتسبوها من الكباتن بتاعتهم ومن البنات اللي هم اصحابهم في التيم، وطبعا انا بوجههم. بس العلاقات الاجتماعيه مين هي اكتر حاجه مع الناس هنا في النادي، اكتر حاجه واللي عايزنا بيجي لنا هنا في النادي.
لان طبعا ما بيبقاش في وقت غير بس يوم اجازه التمرين، مثلا نشوف ماما، يبقى نعمل مشوار، نشتري حاجات، بيكون صعب طبعا. قولي لي ازاي بتقدري توفقي ما بين مذاكرتهم وما بين رياضتين مختلفتين عن بعض وما بين شغلك؟ ده بيحتاج مجهود كبير جدا منك، كلميني عنه. هو بيبقى لود قوي على البنات، يعني اكتر حد بيتظلم البنات، لان طبعا الدراسه بتبقى صعبه، وخصوصا كارما الكبيره بتبقى كارما راحه ثالثه اعدادي، فطبعا الدراسه ثقيله وعدد ساعات مذاكره كثيره، وساعات ممكن يبقى في دروس، فبيبقى صعب جدا ان انا اوفق مواعيد الدروس مع مواعيد التمرين. بالنسبه لكندا هي اصغر شويه، بس برضه بيبقى محتاجي وقت تعمل فيه هوم ورك. بس احنا بنعتمد طبعا على المدرسه انها تبقى جايه من المدرسه مستوعبه، بحيث ان هي ناخد وقت قليل في المدرسه. بس برضو التمرين بيضغى على حق المذاكره للاسف يعني. قولي لي الرياضه اثرت في سلوكهم الايجابي تجاهك وتجاه زمايلهم وتجاه الناس اللي بيقابلوها في حياتهم؟ اكيد طبعا، يعني بالنسبه مثلا كندا، كندا الووتر باليه علمها الاعتماد على النفس، لانها طبعا بتقضي وقت طويل هنا، بتوضب شنطتها لنفسها، لما تيجي ترجع بعد التمرين لازم تيجي تفضي شنطتها وتغسل المايو بتاعها. اتعودت خلاص انها لازم تحافظ على حاجتها، لان هي حاجتها كتير جدا، زعانف، اساتذه، ونوز كليب، بوني، فلازم هي تبقى وهي بتلم حاجتها بعد التمرين تبقى واخده بالها كويس قوي من حاجتها، لان طبعا الحاجات بتضيع كتير يعني، فمره في مره في مره اتعلمت انها تاخد بالها من حاجتها. طبعا ده غير انها يعني التزام، علمهم الالتزام والتيم ورك، لان هو بيعملوا رقصه جماعيه مع بعض. طبعا الرياضه مهمه جدا. طيب ده تاثير الرياضه، تاثيرك انت كأم ايه في تكوين شخصيتهم؟ انا بوجههم لو عندهم مشكله مثلا مع حد هنا او مع حد في المدرسه، بنوجههم ونتكلم مع بعض، وبناخد طبعا كواليتي تايم مع البنات، كل واحده منهم بيبقى لينا مثلا كواليتي تايم مع بعض كل يوم تتكلم فيها على ايه مشكلتها. طبعا بيبقى ساعات خصوصا كندا عدد ساعات التمرين الطويله بتبقى تعبانه خصوصا في الدراسه، فدايما بتتكلم معايا ان هي تعبانه ومش لاقيه وقت تنام ومش لاقيه وقت تلعب وعايزه تقعد اكتر وعايزه مثلا تجيب من المدرسه عشان تقعد تنام اكتر، فبنقعد نتكلم مع بعض وبقعد اشجعها. اهم حاجه التشجيع، لان من يعني ما اقولها لازم نعمل مجهود احسن، ولكن تخش البطوله ورقصه تبقى احسن، من غير كده ما الدنيا ما بتمشيش. وليد وعندي 8 سنين وبحب المايه قوي وبحب الواتر باليه، وانا بتمرن واتر باليه، وانا المايه بتساعدني ان انا ابقى احسن في الواتر باليه، وبحب مامي قوي، she is the best mom ever، وانا بحب الواتر باليه كمان، بحبه جدا وهو بحاله، وبعمل تيم وهايبرد وحاجات حلوه، وهي بتخليني احسن في الوصفه دي وتشجعني. هو ايام البطولات بيبقى قبليها مثلا فتره مثلا بيبقى ممنوع الغياب تماما من التمرين، وبيبقى عدد ساعات التمرين طبعا دبل، بس يوم البطوله نفسها ده بيبقى يوم لطيف جدا. احنا بنتواجد مثلا من 4 الصبح هناك في المكان اللي احنا رايحينه، ممكن يبقى شتاء كمان وبرد، بس البنات كلها تبقى مع بعض والامهات كلها مع بعض، اللي جايب تمر واللي جايب عسل، وبناكل البنات مع بعض وبنتفرج عليهم ومبسوطين جدا، وبروح حماسيه جامده وحلوه جدا. فعلى قد ما هو يوم شاق ومتعب بس يوم جميل. ايه البطولات اللي شاركوا فيها او الاحتفالات اللي قاموا بدور كبير فيها؟ هو بالنسبه لكندا هي شاركت في بطوله نرمين فاضل واخدت ميداليه، هو التيمز كلها اخدت ميداليات، وشاركت في بطوله السكالينج في نادي يو جيزا لمده سنتين ورا بعض. بالنسبه لكارما، كارما شاركت في حفلات موسيقيه، عزف، هي بتعزف بيانو وبتعزف درامز وبترسم لوحات حلوه قوي، وبتشاركت مع النادي الاهلي تقريبا 3 سنين ورا بعض في حفلات الباليه. واخر حفله اللي فاتت دي كانت عاملين اوبريت الليله الكبيره، وكان حاجه لطيفه قوي عملتها اداره المكتبه، ان هي ادت فرصه للبنات ان هم يقلبوا رقصات، اي حد عايز يعمل رقصه يتفق مع زميلاته واصحابه ويدربوا عليها لوحدهم ويعرضوها قدام الاكاديميه، وعملوا تصفيات، وكارما الحمد لله وصلت للاخر ان الرقصه عجبت الكابتن. طبعا الكابتن بتوجهها، والبنات كانوا عاملين جروب على الواتساب اللبس
وهنعمل ايه؟ ويقعدوا يحفظوا الرقصه ويجمعوا مع بعض بعيد عن الكابتن لوحدهم عشان مكان روح جميله جدا وكرييتيف يعني وباري كرييتيف طبعا، والبنات يعني اتعلموا حاجه حلوه قوي. وكارما في الحفله اللي فاتت دي حسيت ان هي ليها تواجد جامد قوي، يعني شاركت في ثلاث رقصات، الاوبريت وشاركت في رقصه التريو مع كين صغيرتها وشاركت في رقصه مودرن، فكانت هي حاجه يعني مشرفه جدا وجميله جدا. ايه الصعوبات اللي قابلتك وواجهتك في يعني في الرياضتين مع البنتين؟ الصعوبات هو توفيق المواعيد طبعا، ومع الشغل مع الدراسه، يعني دي اكتر صعوبات. وبالتالي مع كل ده طبعا انا ان انت المفروض تاكليهم اكل صحي لان هم بيعملوا مجهود جامد جدا. طبعا احنا ساعات بنتزنق وبنجيب اكل طبعا من النادي وكل حاجه، بس طبعا على قد ما نقدر نجيب عصائر طبيعيه واكل من البيت، فكل ده بياخد مجهود. قولي لي ازاي بتقدري توفقي ما بين شغلك وما بين كل ده، وخاصه في وقت البطولات والاحتفالات؟ هو يعني طبعا بالنسبه لمواعيد الشغل انا بحاول ان انا اوفقها زي ما قلت لك على مواعيد التمرين، بس في حاجات طبعا بتبقى صعبه عليا. برضو الامهات هنا في التيم متعاونين مع بعض، ممكن الام مثلا تعدي تاخد بنتي او انا اعدي اخد بنت ام ثانيه، احنا نساعد بعض لو في واحده عندها شغل، بنتعاون مع بعض. قولي لي ايه الموقف اللي اثر فيكي مثلا بالايجاب او بالسلب في الرياضتين؟ بالنسبه لكارما الحفله بتاعت الباليه اللي هي ظهرت فيها في رقصه لوحدها، لما شفت قد ايه هي بتحضر للرقصه دي ومهتمه وعماله تدور على اليوتيوب على رقصات وتجمع ما بين رقصات مختلفه عشان تطلع بحاجه في الاخر وتعملها تعرضها قدام الكابتن، واحساس انها عايزه توصل للفاينلز، لان طبعا بنات كتير قوي مقدمين رقصات، كانت حاجه يعني بمنتهى الجمال وبالي كرييتيف، ودي كان موقف جميل جدا بالنسبه لكارما. واي وقت كارما بتطلع على المسرح تعزف برضه بيبقى حاجه شيء جميل قوي، يعني ببقى فخوره بيها قوي. بالنسبه لكندا يوم ما كانت بتعمل الرقصه بتاعتها لرمين فاضل وعندها كلها ثقه في نفسها كده، ويعني مش مصدقه ان دي كندا الصغيره. ايه الرساله اللي ممكن توجهيها للامهات علشان يبقوا ابطال زيك؟ اهم حاجه طبعا تشجيع الولاد والصبر معاهم، وان احنا يعني ما نزهقش من المواعيد الكتير، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نشجع اولادنا، ويعني ربنا يسهل ويقدر يكرمنا فيهم يا رب. انا بحب مامي جدا، واحب اتكلم عن مامي. بلعب ووتر باليه وباليه ارضي، ومامي بتساعدني ان انا اخس يخلي جسمي يعني مظبوط، وبحب برضو ان مامي تذاكر لي. اكتر حاجه بحبها فيها حنيتها عشان هي بتحبني وانا برضو بحبها، واحب ان انا اشكر مامي على مساعدتها ليا ان انا اخس، وعلى يعني بتساعدني ان انا اروح التمرين كل يوم، وعلى حنيتها. وشكرا. نور بتلعب طبعا هنا في النادي الاهلي ووتر باليه وباليه ارضي. انت اللي اخترتي لهم الالعاب دي ولا؟ نور في الووتر باليه والباليه الارضي من وهي عندها 4 سنين، فانا طبعا اللي اخترت لها، هي ما كانش عندها ساعتها يعني الحريه انها تختار، كانت لسه مش فاهمه، بس طبعا هي لما كبرت حبت اللعب قوي، وخاصه ان اللعبتين مرتبطين ببعض، وخاصه الباليه الارضي يعني هو عشقي وعشقها. قولي لي بتقدري ازاي توفقي ما بين الرياضتين مع بعض؟ لا بنحاول على قد ما نقدر يعني، وكمان بوديها جيم في النص برضو عشان الفيتنس وكده، بس بنحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا نوفق الاثنين مع بعض. بس احنا عندنا يعني الباليه الارضي ده يعني اساس، يعني انا نفسي اشوفها باليرينا كده في الاوبرا ان شاء الله. قولي لي ازاي بتقدري كأم تشتغل تكوني قد المسؤولية في انك تصحي من بدري وتجهزي لبس وتجهزي حاجات للتمرين؟ كلميني بقى واحكي لي تفاصيل يومك من اول ما بيبدأ لحد ما بينتهي.
هو في الحقيقة الموضوع كان صعب قوي قوي في الأول لما كانوا هما صغيرين نور وعمر، كان اعتمادهم برضو كلي عليا. أنا مواعيد شغلي متأخرة، يعني برجع متأخر مش برجع بدري حتى. في الأول كنت بجهز لهم حاجتهم وشنطتهم والسناكس بتاعتهم وكل حاجة قبل ما أنزل الشغل، وبعد كده أجي أخدهم ونجري على التمرين، عارفة أنت يعني عكة اليوم دي. بس باي تايم وهما لما كبروا خلاص بقى يعتمدوا على نفسهم. نور بقت تحضر شنطتها من بالليل لوحدها، وعمر برضو كذلك. عمر بيلعب دايفنج هنا في النادي الأهلي برضو، بس الحمد لله عمر بيلعب يعني ويك اند مش ويك دايز، ويك اند زي نور يعني. بس هما دلوقتي ابتدوا بقى، يعني الدنيا في الأول كانت صعبة جدا، وكان لا يعني كانت مجهود غير عادي يعني. بس دلوقتي هما لما ابتدوا يعتمدوا على نفسهم بقوا يساعدوني، فالدنيا ابتدت تمشي شوية معانا. طب ده تعب الأيام العادية أو الروتين اليومي للأيام العادية في الأجازة، إنما الدراسة بيبقى لها تعب تاني خالص ومجهود تاني خالص، كلمينا عنها. لا الدراسة بتبقى صعبة قوي، خاصة إن نور بتتمرن في الووتر باليه هنا 6 ساعات في اليوم، فاليوم بيبقى صعب ومجهود جامد قوي بالنسبة لها يعني. يعني بتصحى الساعة 5 الصبح عشان الباص بيجي لها بدري جدا، تروح المدرسة ترجع يا دوب تتغدى، عايزة أقول لك بتعمل هوم ورك في العربية وإحنا جايين، تيجي هنا تتمرن ترجع تنام تصحى نفس الموضوع. يعني حتى هي بتتمرن معظم ايام الاسبوع، ما عندهاش غير يوم او يومين بس اجازه، خاصه لما بيبقى في بطوله كمان الاجازات ما بتبقاش موجوده. فطبعا الدراسه الموضوع فيها بيبقى صعب قوي قوي، يعني كل ما بتكبر كل ما الموضوع بيبقى اصعب، لان المناهج بتكتر عليها لا يعني الموضوع طبعا كل سنه في الاصعب يعني. طيب ايام الدراسه مع البطولات بتقدري تهندلي الوقت فيها ازاي؟ لا يعني ايام البطولات دي طبعا انا بروح المدرسه وبعرف المدرسه ان في بطولات، والنادي هنا كمان بيدينا طبعا جواب انت عارفه للمدرسه بيعرفهم، بنبقى معرفين المدرسه لان هم ما بيروحوش، فبنحاول انها تقعد تذاكر الصبح مثلا وتيجي التمرين، يعني بنحاول نظبطها يعني. بتبقى صعبه طبعا وبتبقى متاخره عن زمايلها في المدرسه وكل حاجه، بس المدرسه برضو لما هي بقى يعني بتكسب وبيبقى ليها ميداليه وكده المدرسه برده بتكرمها، وبتبقى حاجه لطيفه في الاخر يعني. قولي لي دورك كأب وام في وقت واحد في البيت، كلميني عنه. الموضوع صعب طبعا. تأثيرك في شخصيتهم وازاي قادره انك تكوني مؤثره تأثير ايجابي وقادره تتحملي مسؤوليه تربيتهم رياضيا ونفسيا واجتماعيا. انا ولادي فيهم حاجه ان انا يعني ربيتهم على الحنيه، فهم من كتر ما بيحسوا بيا يعني عارفه بيسمعوا كلامي وبيساعدوني، فيعني الدنيا يعني الحمد لله يعني ماشيه معايا كويس يعني. يعني طبعا هو عبء كل حاجه، بس يعني ولادي الحمد لله مساعديني قوي، يعني بيحسوا بيا فبيسمعوا كلامي، فالدنيا يعني الدنيا بتمشي كويس. الصفات الإيجابية اللي اكتسبوها من الرياضة في علاقاتهم بكل اللي حواليهم المحيطين بيهم من أهل وأصدقاء أصحاب زملاء مدرسة، قولي لي الرياضة أثرت تأثير إيجابي فيه؟ هو طبعا أكثر صفة الرياضة بتأثر يعني فيها في الولاد عامة والبنات هي الثقة بالنفس، دي أكثر صفة الرياضة بتديها لأن الأطفال طبعا بيتعرضوا لمواقف في الرياضة كتير، بيخشوا بطولات ممكن ينجحوا ممكن يطلعوا ياخدوا مراكز معينة، بيبقوا نفسهم يطلعوا التوب، بيشوفوا حاجات هم يعني لسه صغيرين عليها وبيتحطوا في مواقف بتقدر تديهم صفات معينة زي إن هم بيبقوا واثقين في نفسهم، بيبقوا حتى لو ما خدوش مركز أو ما نجحوش لا بيبقى عندهم إن هم اجتهدوا ونجحوا وعملوا مجهود فبعد كده يتحسنوا. لا يعني طبعا أنا بحاول أشجعهم على قد ما أقدر. يعني نور بالذات دخلت بقوسين والحمد لله في صورة منهم خدت مركز أول، وهو
على قد ما يعني اتعلمت ازاي هي لما تتعب وكانت بتعيط من كتر عدد ساعات التمرين وتعيط في الميه وجعانه والكلام ده كله، بس في الاخر طبعا لما بتلاقي انها خدت ميداليه وخدت مركز اول وناس فرحانه بيها ومامتها فرحانه وبراود بيها، طبعا كل ده بيبقى يعني كل ده بتبقى حاجه حلوه في الاخر. انت شايفه ان هم بيمارسوا الرياضه علشان نفسهم يبقوا ابطال، ولا دي حاجه هم بيملوا بيها وقت فراغهم او انت بتملين بيها وقت فراغهم؟ هو طبعا اي ام بتتمنى ان اولادها يبقوا ابطال، دي حاجه يعني كلنا بنسعى ليها وكلنا بنبقى عايزين نفرح باولادنا، بس الهدف الاساسي من الرياضه ان يعني الاطفال يضيعوا وقتهم في حاجه مفيده ليهم عقليا وجسديا، ويقعدوا في جو صحي زي بيبقى معاهم تيم، بيبقى معاهم ناس بيتعلموا ازاي يشتغلوا مع بعض في تيم ورك، بيتعلموا ازاي ينجحوا، ازاي يسعوا ورا النجاح، بيتعلموا ان هم لو تعبوا يوصلوا لحاجه معينه، كل ده طبعا يعني بيبقى غرض اكتر من ان يعني الطفل ياخد بطوله، لا ان هو يتعلم ويكتسب الصفات دي من الرياضه. انت كأم بتشتغلي وعندك طفلين، ازاي بتقدري توفقي ما بين الشغل وما بين البيت وما بين التمارين والدروس ووقت الدراسه؟ بيبقى طبعا معروف قد ايه هو وقت صعب ان انت تقدري تتحكمي فيه، بتقدري توفقي ده ازاي؟ لا هو الموضوع طبعا شغلك. الموضوع صعب جدا طبعا، يعني انا زي ما انت شايفه كده باجي مش يعني باجي بلبس الشغل بفضل قاعده في النادي، في ايام ما بنامش كويس فيها ايام كتير، ببقى طبعا لا هو تعب، بس في الاخر يعني كله عشان خاطر برضه ولادنا. ويعني بتقدري توفقي؟ بقدر ساعات يعني بقع وساعات بحس ان انا خلاص مش قادره، بس لما بقعد افكر ان دي حاجه كويسه في مستقبل ولادي بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبطها. يعني حد بيساعدك ولا انت لوحدك؟ طبعا مامتي ربنا يخليها لي وتساعدني. طبعا هي يعني حتى لو انا اتاخرت او حاجه هي اللي بصراحه بتيجي بالولاد وهي اللي بتعمل لنا سبورت جامد جدا. يعني كأطفال شايفة ان هم بيقدروا يوفقوا ما بين دراستهم وامتحاناتهم وما بين التمرين لو في بطولة؟ البطولة بتحتاج انه يبقى في تمرينات مكثفة قبلها او حفلة تحتاج تمرينات برضو مكثفة قبلها، وقت الدراسة هم بقى بيقدروا يحصلوا دراسيا كويس؟ هل ده بيبقى حافز ليهم ان هم يذاكروا علشان ينزلوا، ولا بتتعاملي مع الموضوع ازاي؟ لا هو طبعا يعني الموضوع ده بيأثر على الدراسة، ده ما فيهوش كلام يعني، بس برضو في نفس الوقت هو بيبقى تنظيم للوقت. يعني في اطفال اللي هم ممكن يقعدوا يعني ما بيبقاش الرياضه برضو بتنظم الوقت، بتخلي في وقت معين للمذاكره والهوم ورك بتاعتهم وفي وقت معين ان هم ينزلوا فيه تمرين، ما بيبقاش الدنيا ماشيه كده مش مرتبه، لا الدنيا بتبقى مرتبه، بس طبعا عدد ساعات المذاكره وكل ما نور بتكبر بتوصل لمراحل معينه المناهج فيها بتبقى صعبه وكده بتبقى محتاجه وقت اكتر والدروس وكده، فطبعا لا الرياضه بتاثر يعني، بس الحمد لله برضو الدنيا بتمشي يعني زي ما هي. يعني بنبقى محتاجين ساعات نذاكر فيها اكتر وكل حاجه، بس بتنظم وقتها انها تديها وقت معين تقدر تذاكر فيه برضه. طيب قولي لي، هم سنهم صغير جدا، انت شايفه ان الرياضه اثرت عليهم بان هم يكونوا عندهم ثقل في شخصيتهم، عندهم اعتماد على النفس؟ اشرحي لي ده حصل ازاي؟ هو طبعا يعني الموضوع ده باين في نور اكتر من عمر، لان عمر لسه صغير شويه، نور بقى لها تقريبا 6 سنين في الباليه، في الباليه الارضي والمائي. طبعا لا ده مؤثر في شخصيتها جدا، عندها ثقه في نفسها، عايزه اقول لك انها يعني لما في البطولات بتطلع وبتتكلم في المايك وبتبقى مبسوطه جدا وبتبقى واثقه في نفسها جدا وقاعده يعني، لا يعني طبعا يعني اثر في شخصيتها جدا، خلاها شخصيه قويه ما بتتكسفش ما بتحرجش، بتعرف تتكلم. لا طبعا مؤثر، بتعرف تطلع يعني في الباليه الارضي تطلع حفلات، تطلع على المسرح وبتبقى مبسوطه وواثقه في نفسها ما بتغلطش. لا يعني طبعا مؤثر فيها جدا. بطل رياضي في البيت يعني تغذيه سليمه، بتقدري تعملي ده ازاي وانت بتشتغلي؟
لا وانا عندي مشكله مع نور انها بتتخن، فاحنا اصلا في معاناه من الموضوع ده. وهي بتلعب باليه، لعبه الباليه بتبقى عايزه البنات باتر فلاي، يعني البنت بتبقى لازم تبقى باتر فلاي، فاحنا على طول بنعاني في الموضوع ده. يعني بنحاول على طول ان احنا ناكلها اكل معين، هي يعني عندها مشكله انها بتحب الاكل، بس احنا بنحاول نظبطها يعني. وعمر بوديها جيم وبحاول انا يعني اظبط لها اكلها على قد ما اقدر. وبالنسبه لعمر؟ لا عمر، عمر كده كده بيلعب دايفنج وبياخد فيتنس مع الدايفنج، وهو لسه صغير فجسمه يعني متاثر قوي بالحاجات اللي هو بيعملها. ف يعني عمر ماشي تمام في الموضوع ده، هو عندي مشكله في نوره الاكل. تحبي تقولي ايه لكل ام بتقوم بدور الاب والام في وقت واحد علشان يكونوا زيك بطلات وعندهم ابطال في البيت؟ ايه النصيحه اللي تقوليها لهم؟ احب اقول لهم ان هم اكيد بيجي لهم وقت بيتعبوا فيه جدا وبيبقوا خلاص يعني جايبين اخرهم وبيقولوا لا خلاص احنا علينا بايه ده كله، بس احب اقول لهم ان هو لا، يعني كل تعب وكل مجهود يا ربنا بيدي قدامه نجاح، وبكره يفرحوا باولادهم لما يشوفوهم ناجحين ويشوفوا شخصياتهم قويه وشخصياتهم متاثره بالرياضه. ويعني احسن ما الاطفال يقعدوا في البيت قدام التلفزيون وما يعملوش اي حاجه، لا يبقوا في وسط ناس وسط تيم يتعلموا ازاي يجتهدوا ويشتغلوا علشان يوصلوا لحاجه. فلا طبعا يعني الامهات المفروض يصبروا مع الولاد، احنا بنتعب اكتر من الولاد، هم بيتعبوا في التمرين في الميه، بس احنا بنبقى يعني اي ام بتشتغل بتجري من الشغل على التمرين، تفضل قاعده مع اولادها، لو في هوم ورك بالليل بتلحق تذاكر لها، بتعمل لها هوم ورك في العربيه. هو مجهود بس الحمد لله يعني بيبقى اخرته يعني نجاح الحمد لله. شرفتينا وميرسي ليكي جدا. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من البطوله امهات.